خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا دينا شرف، نتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، ونقول لها صباح الفل يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المواطنين في كل مكان. صباح الخير. فعلا دلوقتي جه ميعادنا كده مع نطمن على احوال المرور وكمان الطقس، خصوصا ان احنا بقالنا فتره طويله بنعاني من البرد القارس في مصر، يعني كلنا حاسين بيه. صحيح. نصبح على حضراتكم وخلونا نستعرض معاكم جوله مريه، وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وخصوصا ان الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا جولتنا من محافظه القاهره وبتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبيه في شوارع متفرقه. في شوارع ثانيه هنلاقي فيها سيوله مروريه. على طريق الكورنيش هنلاقي فيه كثافه مروريه من المظلات في اتجاه منطقه وسط البلد. كمان الكورنيش المتجه للمؤسسه في بعض الكثافات المروريه. ولو رحنا كوبري اكتوبر هنلاقي هناك في كثافات مروريه مستمره لحد العباسيه. هنفضل ماشيين لحد غمره في اتجاه العباسيه هنلاقي فيه سيوله مروريه، لكن في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، وفي نفس الكلام للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر وبمحور النصر وصولا الى المنصه. ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران، ده وصولا للدائري. ناخد بالنا كمان انه في تم غلق طريق صلاح سالم من الملك الصالح باتجاه السيدة عائشة، وده تمهيدا للبدء في اعمال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو من اتجاه كوبري عباس وحتى حديقة الفسطاط. نروح معاكم محافظة الجيزة وهنبدأ من الطريق الدائري. في بعض الكثافات المرورية قبل بعض النزلات، وكمان تكونت كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم من أو إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات لكنها بسيطة ومتحركة وبتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. كمان بيشهد شارع فيصل كثافات مرورية مرتفعة وتوقف لحركة السيارات في اتجاه المريوطية، لكن بيشهد الطريق المريوطية دائري متجه إلى مناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، بيشهد انسيابية مرورية. كمان في شارع الجامعة العربية وشارع السودان في الاتجاهين وميدان الدقي في كثافات متحركة، وارتفعت الكثافات دي بميدان الجيزة. ولو رحنا لشارع ترسا اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية نتيجة غلق شارع الهرم في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات تانية متحركة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، لكن بالنسبة لمحور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ولو رحنا لشارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي ده بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. بيشهد أيضا الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء. نروح معاكم لمحافظة القليوبية. ولو أنت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل أنك تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش أي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصام. اللي جاي من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية زراعي ده قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد. كمان بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات ده لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات. هنكمل جولتنا ونروح بورسعيد. هنلاقي فيه سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في ساعات الذروة الصباحية زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة بتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. من طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريع والقريبه من المسطحات المائيه. كمان في امطار خفيفه الى متوسطه على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الوجه البحري
وأمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18، أعلى درجة حرارة تكون في شلاتين 24، وأقل درجة حرارة في كاترين 12 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.